هذه الدورة طبعا المهتمين بها اللي هو شريحة المهتمين بإدارة المشاريع. ثاني مرحلة بعد حددنا احنا من 5 إلى 10 حددنا الفريق. ثاني شيء تحديد وشرح المشكلة أو الفكرة. عمل زي ما في قاعة التدريب من 20 إلى 25 يفضل فريق العمل أن يكون الفريق نقيمها كيف؟ أن تكون التقييم بأسلوب عمل جماعي. ليش؟ لأن المجموعة تختصر المسافة والجهد والوقت للسيارة. شيء الأسباب؟ نتفقنا أن المشكلة لحال المشكلة يجب أن نتبع إيش؟ نبحث عن المصدر. هذا هو النموذج. رأس المشكلة، رأس النموذج السمكة اللي هو المشكلة. ما عنديش أهداف تسويقية. غياب الأمور هذه. غياب معظمها تسبب مشاكل. مدخل المنتزه عندي طريقين، طريق واحدة سكرت مشيت على الطريق الثاني، إذا هذه مشكلة الطريق اللي سكرت. أسعار مرتفعة، الأسعار مثلا مرتفعة، أو المنتج فيه عيوب في التصنيع أو آخر شيء اللي هو تصنيف وترتيب الأفكار المطروحة. الأفكار نصنفها، الأفكار اللي على أساسها بنحل مشكلة معينة، لأن بنعرض كل الأسباب المتاحة. عندي مشكلة معينة حصلت، انخفضت المبيعات، ممكن ضعيف، إذا بنحدد النقطة هذه في طرح الأسباب والاحتمالات البيع أو اهتمام الزبائن أو ظروف الزبائن. احنا اتفقنا أن 60% أو أكثر من الزبائن واحدة فين 8 ايوه هيك فهمني الموضوع 8 المشاريع على فكرة بتبدأ نظام رسمي. راح نوضح الفكرة. صلوا على رسول الله. بلدية ثمانية وبارك الله فيكم. طبعا هذا السبب ليش الزمن اعتبار البداية والنهاية. عارف البداية والنهاية هذه بتكتبها نكية. هذه النهاية. كم جوا عندنا؟ 1 2 3 4 الصديق محمد من يستلم عنا والأستاذ ماهر علي أبو القاسم والأستاذ محمد علي صلي والأستاذ عبد الله حسن الشريف. بارك الله فيكم وشكرا على مواكبتكم هذا الحدث، ويا رب نتمنى لكم الصحه وطول العمر والتوفيق ان شاء الله، ومنتقدم متقدم ان شاء الله تعالى. طبعا برعايه وزاره الماليه في حكومه الوحده الوطنيه وبالتنسيق مع شركه الالسن للتدريب والتعليم، اضافه لشركه الالسن اللغويه وشركه وسيجما للتعليم والتدريب، نقوم هذه الايام بتقديم دوره تدريبيه بعنوان إدارة المشاريع باحترافية بروجكت مانجمنت بروفيشنال. هذه الدورة استهدف لها موظفي المالية. طبعا الدورة هذه تحوي وعاء زمني قدر ب10 أيام لأربعين ساعة تدريبية متواصلة، فيها العديد من المحاور تم تطرق لها لأهمية هذه الدورة اللي هي كيفية إعداد أو إطلاق فكرة مشروع، إضافة لكيف يتم مفهوم إدارة المشاريع ووصولا إلى إدارة العمليات المشاريع بأسلوب البي ام بي، إدارة المشاريع الاحترافية. طبعا هذه الدورة تعتبر مهمة جدا لكل المهتمين بإدارة المشاريع، من مسؤولي الشركات لمسؤولين بقطاعات الحكومية، باعتبار المشاريع عصب الحياة. فطبعا خدينا في هذه الدورة تم تقديمها للمشتركين بأسلوب تفاعلي، فيه العديد من المجالات المعرفية في إدارة العمليات المشروع، من إدارة التخطيط إلى إدارة تكلفة المشروع إلى إدارة نطاق المشروع وصولا إلى إدارة المخاطر وإدارة الجودة. طبعا تم تطبيق العديد من الخطط، تم التعريف بالعديد من المفاهيم والنظريات وصولا إلى مستوى يصل إليه المشتركين لأسلوب احترافي في إدارة المشاريع.